فنجان. ها ما يبغى فنجان شوي. انت شنو يبي؟ يبغى يبغى عقال. عقال تعال. وين 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 عقال؟ عقال وين؟ عقال وين؟ عقال وين؟ عقال الفلايل ماخذها حفل الحفل 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 يا رجال. وش مغمى كويته؟ انت وقف 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 وقف. شوفني 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 على صغر الشيل. شوفني انت الحين ما اخذ سلول واحد صح؟ وما اخذ ثوب واحد ثاني صح؟ ايه؟ وما اخذ عقال الرجال ليه؟ ما اخذت عقالك خليته يلبس ابيض. عقالك موجود مع ريان. عقالك خذ ريان خليته يلبس ابيض بابيض بابيض. اخذ عقالي وشماغي ماكو ولا بس ما اخذ ابيض ابيض بس الوجه مو ابيض. لا تعيد فقره اربعه فقره اربعه يا رجال. اسمع انت يا ما يبغى مشاكل زنجال. انا امشي سيدا. انت ما في ناصر خان هنا. انت امشي سيدا مزبوط ها؟ مزبوط. يلا تعال شيل 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 اللي فيها. لا لا امسك شايل حاجات. ناصر خان ناصر خان ارتفع 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 ارتفع. شوي شوي جيال جيال يا بلبوي جيال جيال. امسح امسح ناصر خان عجيال. بس وقف 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 هو ما المعرفة يا اخوي. ترك انت العريس ازعجت. احنا بنجيكم نحضر. على حكم واحد واحد. شوف على حكم واحد واحد. انا مقدم الحفل. مسوي صنفره. هذا مقدم الحفل. ما بعد حلقت ولا واحد ولا صح. ما حلقت ولا صح ولا صح. مقدم الحفل ولا صح. بعد ما وديته المغسله باقي. قاعد الحفل باقي. احنا رايحين جايين. عريس عريس وش باقي؟ ما باقي لنا الساعه. عريس مسوي صنفره. انت سويت صنفره. سويت صنفره. كم كلف وجهك؟ 500. يا معريس عين عين. أيو أيو تعال 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 تعال. أي واحد وقف. أنا مقدم العمل. وقف. أي واحد تبي يرضخه بس علمني أشلوها خبطة. ناصر خان معك. خم يلبسون. هذا الحين هذا المقدم. جاهزين جاهزين جاهزين. هذا المقدم. هذا وش؟ هذا يطلع على المنبر. يطلع على المنبر. وهذا معهم ولا لا؟ أي هذا هذا منشد. هذا منشد منشد. يلا يلا بسرعة البس. يلا البس خالة تلبس. يلا 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 بسرعة. العرس 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 العرس. يلا العرس العرس. يلا يلا ورا. يلا تعال تعال العرس. يلا العرس العرس. يلا ما ورانا وقت. حنا يلا ورانا وقت ورانا وقت. يلا مشينا مشينا. خلوني في الساحات في الساحات. خلوني في الساحات لحالي لكي لا لكي لا بندرب كلام الدرب اصلا. وش اسم البيت؟ يا سلام الله على اللي رصيده بالبنوك. يا رجيب اللي كازز ويرخيش. ها صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي. ترك اخاف ولا ترك غشيم. انت انا اخافك غشيم والله. انتبه انتبه انتبه. انت خبرني وعدني رجع عادي. الحين انا ناصر خان اغشى. ايه يا رجل سنان بهرج معك. بجيك وانت الرئيس. السلام عليكم ناصر خان. تعال بحب راسك. يلا شوي 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 شوي. كيف الحال يا ناصر خان؟ سلمك الله. تشتغل بكم؟ أشتغل بكل شيء على حسب ما تقدمه من طرف. وهل تعرف لراعي الغنم؟ حضر راس. اصبر اصبر. ناصر خان تفضل. كم لك وأنت تملك الموهبة ذي؟ تكلم زي الناس عشان ما أقوم أفقع وجه مال أنت يا ولد. أنا أتكلم لا تقول زي. ناصر خان تفضل. شاروخ خان يقرب لك؟ لا أعرفه. أخوك ولكنه نفس الأسماء تشابهت ولكن نفس الدم لا يتغرب من. طيب أنا أتكلم لغة عربية صح؟ إيه لغة عربية. أنا تدري ما أقدر أشوفك الحين. ليه؟ على فوق راسي. أبوك اللي فوق راسك. لا أحس فوق راسي. اسمع ناصر خان. لا كذا كذا. لا لا كذا. تعال حطها حطها. أنا أبجيك. أنا تخطي جايك. انت يعني راسك مثلث وتحط فوقه شيء. يعني راسك مثلث وتبي يثبت على راسك. لا يو ترك يا صجيتي بالراس. يعني راسك مثلث خشب طويل. لا انت يا قرورته بيرين. قطع على بيرين. يا سلام الله على
تقدر تشيل الليالي على مجدون. سالم عبد الله قصير. بس سؤال، راسك مثلث من صوتي في الايام ولا خلقها؟ لا والله من يوم تعرفت عليك وانا راسي مثلث. ليه يا ترى؟ من يوم عرفت عليك. شوف اليوم حفل، تذكر يا ناصر اول ما تعرفنا عليك ذمت كلمه تذكرها؟ ايام التصفيات. لا ثاني تدري وش تدري اللقاء اللي وين؟ اللقاء يوم واجهتك يا ناصر خان لقاء المزاحميه تذكره؟ ايش فيه يا سلام 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 اخو نور اخوها وش فيه؟ صح حسبت فيه حيجان هنا. شوف شلون ناصر خان يقومك في ثانيه وجلسك في اسمع يلا ايش فيك؟ ترك ازعجته. اسمع تذكر اول لقاء في المزاحميه؟ كيف اول لقاء؟ من جاي كذا كنت تنزل تركب من السياره حتى شلونك طيب خير الله يعافيك شلونك طيب خير الله يعافيك زحمه اللي ما يدرون به الناس اني سافرت انا سالم عبد الله وانا ما اعرف ولا يعرفني رحنا وجانا عرقله شدنا جانا بهذه يوم ردتنا حدود طلعنا عشان الحين انا اهرج الناس صح صح خاطبه يعني انا اهرج الناس لاني ما اقدر اخاطب لواحد راسه مثلث المهم اقول مصلي على النبي اصلا قبل اعرفك صدق لا احنا صدق جاء علينا جانا علينا زعلهم دق علي سالم عبد الله طبعا سالم عبد الله ما شاء الله عليه جريء بزياده ما يعرف الرجال بالاسم قال يا ايش رايك تخويني سفر بس عرفتك خوي عرفت شرب سعد المهم اني ركبت مع سالم عبد الله وانا مواصل كم السرعه؟ اي هو سالم عبد الله المسافه خمس جاك في الرياض يعني من الرياض الى الكويت مسافه اربع ساعات سالم عبد الله لا ثمان ساعات ثمان ساعات ثمان ساعات بس ما وصلنا الكويت 120 شيب 120 ليه؟ ادرى سلامتك كم 120 عشان 100 عشان نقول انا مش 100 100 وانت ليه؟ 11 على هليكوبتر احنا طلع على سياره طيب كمل وصلنا الحدود الساعه 6 لا ركبت معك انا مواصل صح وقلت انا برقد احنا في الشتاء ايش تذكر المحطه نزلت فيها يوووو ذمتي انت شتاء صيف تبرد خليك معي لا تذكر المحطه اللي جيناها يوم اني نزلت في ذمتي ذمه اني الاغراض اني اخذها تبي شيء اقول مثلا والله جت اللي عنها عند ورا شاويه تذكرها اللي عند مثلث اللي عندي راسك يا ترك طشيت راسي المهم اني ركبت معك والله اني من حد اقول لك تراني برقد بس ايش انت سواقتك ترقد وليل بس انا ليل حريص عليك. انا احب المسره ترى والله اني احب المسره كذا قلت يا ولد اعطيتك كوتي هذا ما اعرفه واللي ما يعرفك ما يهمك ورقدت معه بياخذ عني موقف اني ارقد في السفر وانا والله اني اشيلها واشيل حمل الرفاقه لو كان حمل الديبريشن على كمل سرت وقت وقت الرخاء لا تطلع بالصوره انا اطلع بالصوره وقت الشدايد اشيل اخويا كلهم على متني وقت الرخاء كله يمشي سالم شالك كنت راقد كمل صح المهم وقتها ابو عبد الله شالني الصراحه صراحه وصلنا الحدود لا خل عنك المهم شوي كذا عقب لفيت عليك قلت لك يا ابو عبد الله انا استاذنك والله اني مواصل قلت لك قلت لي يلا تابع خلاص شرب ساعدك اعطيتك الكوت اللي عليك ارقد ارقد رقدت وارقد وحنا على ما اتهر مروح